مصر بقالها كام يوم. بسكوت بسكوت يا باشا، عايشة في الخليج من صغرها ولسه وارد جديد. مالكش دعوة بيها، أحسن روحية تساعد، خليك تمشي في الشارع تقول سندس عملت وسوت. ما تخافيش يا حاجة. طب كويس بدأت تفوق اهي. مين فيكوا بقى كوري عبد العاطي؟ ايه؟ ايه يا ساعة الباشا اللي واقفة قدامك بتتصربك دي؟ وعاملة وهي وقربتها حوار عايزين يهدوا البيت على دماغنا من فوق، مع ان سكان العمارة كلهم كل واحد منهم دفع حصته في تنكيس العمارة، حتى الست الغلبانة دي بتاعت القدرة دفعت، انما هي من الشايفها رقنا. ومع ذلك ساعة الباشا عندها محل لمؤاخذة كوافير وبتكسب ياما. ده غير ان قربتها متجوزة امير خليجي من اللي بيناموا على الفلوس ومتسيخة من هنا لهنا. شوفك نايمة في طور بيتك يا بعيدة. طب انت كويسة دلوقتي؟ احسن كويسة. ابعد انت بس، ابعد عنها انت. مالك يا حاجة في ايه؟ هو انت ظابط حقيقي ولا من اللي بيطلعوا في التلفزيون؟ ايه الكلام ده؟ جري يا حاجة. معلش معلش يا باشا، هي اصلا تعبانة شوية. معلش خليك معايا خليك معايا. طب يعني نسا كوريا الاخ سلومة مقدم فيكي بلاغ انك بتهددي ارواح خمس اسر لانك مش عايزة تشاركي في اعمال تنكيس البيت. ارواح؟ انا بهدد ارواح يا باشا؟ ايه ما قالكش كمان اني بحدفهم بالملاتوف بالليل؟ يا اخي روح ما تلبسك انت ومراتك العقربه دي، راجل ناقص ومعفن صحيح، انت رايح تجيب لي الحكومه يا راجل يا زباله؟ شايف شايف سعاده الباشا اللي اتأدبها وطول لسانها دي مش عامله لسعادتك اي اعتبار. لا 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 اعوذ بالله، ده على دماغي من فوق يا باشا. بس هي كل الحكايه ايه؟ انا هشرح لك موضوع التنكيس ده. هم عايزين مني 10000 جنيه، انا لغايه دلوقتي حوشت منهم كام؟ 4300، يعني مش ساكته. بس لو الحكومه يعني مستعوقاني ولا شايفه اني مقصره، لو ممكن يعني تدفعهم لي هي بقى. ما انا هعمل ايه؟ ما هو اي حل بس نخرج بيه راجل معفن ده بره الموضوع، وبعدين انا بقى مني لكم حكومه نستفي مع بعض. هو ايه ده اللي نستفي؟ ايوه 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 يا سعاده الباشا، ايوه ايوه احنا بقى نستنى ونموت لحد ما سعادتها تحوش الفلوس ولا الحكومه تديها الفلوس وتقسطها عليها. الله، ما تموت ولا تولع، يعني انت شايف نفسك ليك لازمه قوي يعني وانت حي؟ بس خلاص، احنا هننتدب الحي وهننتدب لجنه هندسيه تيجي تعاين البيت، وهي اللي تقول لنا ومحتاج ايه وفي خلال قد ايه. لجنه ايه يا سعاده الباشا؟ الحي ايه يا سعاده الباشا؟ ده انا جاي بدل المقاول ثلاثه وكلهم اكدوا ان البيت ده لازم يتنكس، والاخت اللي واقفه قدامك دي هي المؤاخذه اللي واقفه عنا. الحكومه جايبها تقول لجنه ومش لجنه. شيل يا ست لجنه. ده بدل يعني ما تقبضوا عليها وترموها في التخشيبه. شوف يا باشا، هم دلوقتي مش عاجبهم كلامك اهو. انت هتعرفوني شغلي ولا ايه؟ اتفضل اقف بره انت ومراتك لغايه مكتب المحضر. ماشي يا سعاده الباشا. انا دفعت يا سعاده الباشا، استنى. اتفضل يا حاج. امشي. سياده الحكومه تشرب ايه؟ ميه بس مش ساقعه. عيني. انت كويسه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. اسمك ايه؟ هاي جمالات. اسمي جمالات. جمالات؟ These are three of our finest diamonds from all over Europe. Every single one of them has a history. The first one, as you can see, this used to belong to Hitler's wife. It was part of her collection. The next one was owned by a prince. He loved a French woman very much and gave it to her. The last one doesn't yet have a history, but you could be the ones to write it together. Hmm. ايه رايك يا حبيبتي؟ يا حبيبي حلوين قوي. انا مش مصدقه. ربنا يخليك لي يا رب. I don't like any of them. I want a big piece for my love. I once been in Mexico, I found a huge diamond. I want something like that. Sorry, Andrew. Okay. Sorry to hear that, Mr. Marwan. Sport. But if you change your mind, you know where to find me. Okay. Bye, Andrew. Bye. ليه يا حبيبي؟ ايه دي؟ بطن البقرة؟ ايه بطن البقرة دي؟ أنا عمري ما سمعت عن حتة في مصر اسمها بطن البقر. أنا لافف في مصر كلها، شارع شارع، حارة حارة، كشك كشك، زنقة زنقة،
ما سمعتش عن حاجة اسمها بطن البقرة. تاخدوا بنتي أنا تودوها في حتة زي دي من غير ما تستشيروني أنا إزاي؟ يا أنكل أنا روحت زرت هايدي، بس بصراحة المكان مش نظيف خالص وبيئة جدا، بس ده المكان الوحيد اللي محدش هيلاقي هايدي فيه. لا 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 لا، البنتي بتقعدش في الأماكن دي أبدا، مشوها لو سمحتوا، مشوها من هناك خالص، خلوها تهاجر هجرة غير شرعية. يعني بنتي بنت ناس، مش بنت اي واحد من الشارع. واضح جدا يا ابو طالب بيه ان انا غلطت لما قلت لسيادتك على مكان هادي على سبيل المعرفه. وطبعا انا مش محتاج افكرك، لما حبيت توديها مكان تبعك وديتها فين؟ دكتور نادر معلش انا هضطر، اسف، اشوف محامي كبير يدافع عن بنتي. انت بدل ما تدافع عنها وتطلعها براءه تبعت لي ناس يتحفظوا على بيتي ويعملوا لي قضيه تبديد ومرتب شهري. ده اجراء قانوني مؤقت بسبب الحسابات اللي حضرتك فاتحها في بنوك بره، واللي انا قلت لك تقفلها 100 مره وحضرتك مش عايز. شكوا ان هايدي ممكن تكون حولت لك جزء من مبلغ على اي حساب من الحسابات دول. حسابات هايدي هايدي حلتها حاجه ينفلسها وحالتها نيله. ده راي سيادتك، بس مباحث الاموال العامه وهي بتعمل تحرياتها ده اللي توصلت له، فطلبت من النيابه تاخد قرار بالتحفظ على املاكك، والنيابه وافقت. مباحث شغاله والنيابه شغاله، حضرتك كل اللي عملته وديته بنتي بطن البقرة. بطن البقرة مش دعوة لا بالبقرة ولا ببطنها، أنا عايز أشوف هايدي. بنتي وحشتني، لو سمحتوا فين هايدي؟ ياما بس اللي طلع نوال عند إبراهيم ياما، أنا كنت فوق، هتطلع إزاي بس؟ ولا أنت هتستعمني يا ولا ولا إيه بالظبط؟ لا ده أنا شايفاها بعناية اللي هتاكلهم الدود ده إيه؟ ومسكها وقفشها من رقبتها كده اهو، بايديا اللي هتاكلهم الدود بالهنا والشفا ان شاء الله. ولما انت قفشتيها يا ست النصحه ما سالتهاش هي ليه؟ لا هي كانت هتفوت عليا ولا كانت هتفوت عليا، سالتها يا اخويا قالت لي قال ايه، سمعت صوت بينده عليها من بير السلم، قال دخلت تشوف مين، ما لقيتش حد، زي ما دخلت زي ما خرج. اصل انا هندي يا اخويا ولا انا مختوم على قفايا؟ يعني قالت لك ان هي ما طلعتش. بقول لك ايه، ريحها شويه كده، انا رايح بروفه مع الواد البلاق عشان عندنا فرح كبير قوي. يما ادعي لي. ربنا يكرمك يا ابني يا رب. بقولك ايه، انا عارفك، الخمسين بلبل، استني استني بس، ايه مش تفهم الموضوع، الخمسين بلبل دول عشان خاطر احلى ام، واخدهم عربون من الواد النسر، تجيب لنا نص كيلو لحمه وتظبطينا بقى نفسك باللحمه يا ام والنبي. الهي يطعمك ما يجوعك ويسقيك ما يعطشك يا رب يا ابني يا حبيبي. ربنا يا ابني مصاريني. بقولك ايه يا ولد، ايه يا حاج، هو الواد نسر ما ادالكش غير 50 جنيه بس؟ اداني 100 ياما، 50 جبت لابراهيم نص فرخه والباقي جبت له بدواء، وال50 الثانيه ايه في ايديك ياما؟ في ايه؟ يا سلام يا اخويا، وانت تجيب لابراهيم كبده كده دواء ليه؟ ها؟ لما بيقف على عربيته ويحط الكبده في الشندوتشات ويبيعها للناس كان بيدي لك حاجه؟ ياما حرام عليك ياما، ادعي له ياما ربنا يقومه بالسلامه. اخويا انا قلت حاجه؟ ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله. سلام يا احلى ام في الدنيا. سلام يا اخوي، بس انا مش هيهدى لي بال الا لما اعرف البت نوال طلعت عند كبدكي ليه. دينا ونادر اكدوا لي ان المكان اللي انت فيه مكان تحفه، وجواه فولكلور شعبي جميل من الحاجات اللي انت تحبي تتفرجي عليه. تحفه ايه فولكلوري وشعبي ايه بس يا بابي؟ حرام عليك، انا مش لاقيه اصلا كلام اوصفه لك. المهم يا بابي، انت وحشني قوي، نفسي ترمي في حضنك وعيط. تترمي انما تعيطي لا. حد يبقى عنده ناس حلوه زي دول بيحافظوا عليه ويخافوا عليه ويعيط؟ تعرفي يا هايدي، ان شاء الله لما نرجع الشغل تاني وانا وانتي ونجيب السواح بقى يجوا ونوديهم بطن البقره كده ينبسطوا، انا واثق انها هتعجبهم جدا. يا بابي مش قادرة أقول لك هيعجبهم قد إيه، ده هيذهلهم. ما تقلقيش يا هايدي، أنا عايزك قوية قوية وصلبة مهما حصل زي ما تعودنا. وأنا واثق إن شاء الله. خلاص الفترة بقت قليلة أوي وهناخد البراءة ونرجع للشغل تاني. ماشي يا بابي ماشي. لا 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 يا حبيبتي، لا 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 بلاش التشاؤم ده. بقولك إيه، دوري الكاميرا كده في المكان الجميل ده اللي انت فيه، عايز اشوفك عايشه ازاي. انت مصر يا بابي؟ اكيد. طيب انت حر. انا سندس انا سندس انا سندس. اهو يا بابي شفت؟ الله
مكان مصري جميل، بس ايه ده في حاجه كده ايدها بتلعب ايدي. دي سندس يا بابي، بتحب دايما تقعد معايا. بتحبك دي؟ اه بتحبني. طيب يا روحي انا كده اطمنت عليك. عايزه حاجه حبيبتي؟ يا بابي عايزه امشي بس من هنا. طيب باي باي يا روحي. باي باي يا بابي. وانا خلاص ابلة ما احتاج قبلك، انا لازم اجي لك المستشفى وسط الممرضات يعني والعيانين. اه قولي يا ابلة. بس يا سوكا انت ما تعرفش فواز اخوي ده، لو عرف ان انا بكلمك هيقعدني من الشغل، وانا بصراحه بحب الشغل قوي، وكمان مش عايزه ازعله. اخويا فواز شايل البيت كله من ساعه ابويا الله يرحمه ما مات. يا ابلة احنا بنعمل غلط يا ابلة، ما احنا قدام الناس كلها اهو، وقدام ربنا الاكبر من الدنيا دي كلها يا ابلة. معلش يا سوكا مش هينفع، انت هتفضل ساكت كده؟ انت كتمتيني يا ابلة، وانا اللي بصراحه كنت جاي اعزمك على فرح. ايه ده انت هتتجوز؟ الف مبروك. اتجوز ايه بس يا ابلة، ده فرح البيت بوسي اخت وهدان، وانا اللي احيي الليله من الصبح لغايه اخر النهار، ويا ريت يعني تشرفينا، يعني يكون شرف لينا. الف مبروك يا سوكا، ربنا يوفقك يا رب. ربنا يوفقني وانا طالع رحله اسكندريه مع اصحابي، ربنا يوفقني. يا ابلة بقول لك اول فرح هغني فيه يا ابلة، يعني لازم تبقى موجوده وفي اول كرسي يعني في الفرح. طب افرض يا سيدي انا عرفت اجي وانت هتبقى بتغني، انا هقعد مع مين؟ مع مين؟ مع امي سيدي الحبابي يا دنيا انت، وانت عارفه امي بقى بتحبك قد ايه. امك؟ امك اصلا ما كانتش طايقاني المره اللي فاتت، ده انا كنت حاسه ان هي هتخنقني. امي ده انت على نياتك، دي اطيب حد في المنطقه، اديها سر بس، لا يمكن لا يمكن تطلعها بره. دي امي دي طيبه جدا جدا جدا، والمنطقه كلها بتحبها هي، بس مشكلتها اللي على لسانها يعني بتقوله. ايوه بتقوله على طول. بس لكن طيبه قوي قوي. وبالمره اعرفك على كوريا، على فكره بنت كوريا دي بنت رجوله قوي قوي، وان شاء الله هتبقوا اخوات كده زي انا وابراهيم، فيا ريت تشرفينا بقى. خلاص يا سوكا ما اعرفش والله، بس انا هحاول اجي. ايش طب نجيتك عندي بالدنيا، ويا ريت وانت جاي يعني ما تنسيش تجيب معاكي فلوس عشان تنقطيني يعني كده وكده ارجعهم لك. كتير جدا يا ابني، انا اسف. لا يا حبيبي ما تعتذرش، هو انت فاكر لما انت تعتذر انا هفرح؟ انت تعمل اي حاجه انت عايزها وانا استحمل منك اي حاجه. وانا ليه غيرك في الدنيا؟ ولا حياتي ليها طعم من غيرك؟ ربنا يخليك لي يا اخويا. ربنا يخليك لي يا رجاء. أعوذ بالله، دي أخلاق الرجالة يا ناس، دي أصول عيش والملح. معقولة راجل يبلغ الحكومة على الستات قاعدين بطولهم في البيت؟ اللي اسمه سلومة ده لازم يتربى، لازم يتعلم الأدب.